السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبي محل التاجر ماجد تاجر الزيوت. وصلت خير. بعد محل الأقمشة اللي جزاك الله خير. الله يحييك. الله يجزاك خير. يبدو لي أنك غريب عن الديرة. إلا صحيح. أساعدك بشيء؟ أخدمك بشيء؟ جزاك الله خير وما قصرت. الله يحييك. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التاجر ماجد. أي نعم، وصلت خير. أنا ماجد. وأنا أبو اليسر. حياك الله أبو اليسر. جيتك من بلاد صديقك رسلان. يا مرحبا. يا هلا والحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويسعدك. جيتك معي أمانة. أمانة؟ لا، الشمعدان الذهبي. أي نعم. يا مرحبا. يا مرحبا. تفضل 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 أبو اليسر. تفضل. يا هلا يا هلا يا هلا. استريح استريح استريح. نبي نقعد نرتاح، نروح للبيت بعد شوي. جزاك الله خير. لا الآن بعطيك الأمانة، تطمئن وارتاح. أنا الله يجزاك خير. الشمعدان هذا نفيس بالنسبة لي وغالي علي كثير كثير كثير. الحمد لله الحمد لله. كان هنا. أنا حاطه هنا. يظهر أني نسيته عند الشجرة. نعم؟ وأنا جاي بالطريق للسوق نسيته عند الشجرة. أكيد نسيت أحطه بالكيس مرة ثانية. أيوة. لا أنا أقول نروح للشجرة أنا وياك والحرس ونشوف وش الوضع. وليه الحرس؟ طريق ليل وبعيد وأنا ما أضمنك. أنا موضوع اللي يرسلك ما أعرف يرسل. يا حرس. الحين لو أنتم تدورون إبرة بالأرض حصلتوها. إبرة. أنا جلست هنا وطلعت الأكل وبعض الأغراض يوم أظلمت العين، جمعتهن كلهن وربطتهن ولا فكيتها إلا عندك. وأنت يعني تبي تلعب علي بهالكلام؟ أنت طمعت بالشمعدان الذهبي، أنت تدري كم يسوى الحين؟ آلاف الدراهم والدنانير. امسكوا يا حرس. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا ما جحدته، أنا ما أنا بسارق، أنا خاف الله. تخاف الله، آمنا بالله، لكن حقي يرجع إذا رحنا للقاضي الحين. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا جماعة أنا بريء. أنت سارق وحقي يبي يطلع عند القاضي. امشوا يا حرس. كيف تتهمن بالسرقة؟ امشوا من دون بينة وانت تدري ما سألت عند الناس.